لا زالت معركة جنان المر بسور الغزلان بولاية البويرة محفوظة في ذاكرة أبناء المنطقة. فالمعركة هي محطة من محطات النضال الثوري بولاية كانت مسرحاً للعديد من المعارك التي خلدها التاريخ. كنا في الجبال هذا اللي منيه، وجينا في الليل بلاصينا لهنايا في الآخر هنا، ولينا لاكريطات هذوك اللي راه من الفوق ضالين ثم العشية، نقول لك جوية 3:30 هكذاك هبطنا هنايا، جاو العسكر ضربناهم في هذه المنطقة بالذات، وروبلينا منا ولينا الجبل ليه. الكمين الذي نصبه مجاهدي المنطقة آنذاك كان تحت إشراف قائد الكتيبة الشهيد البطل دحمان جلول المدعو جلول بن طويجين، وتم القضاء فيه على 18 جنديا فرنسيا وجرح حوالي 20 آخرين وتدمير 5 شاحنات واسترجاع كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة. كانت الطريق علمية من هكذا، هما جاو 3 كاميوات، احنا كانت عندنا لافام وكان معنا شاف كتيبة هو اللي ضرب الأول، كيضرب هو الخطر دارين الموبيل اللي يضرب هو الأول بعد يضربوا الآخرين، هي كيضرب هو الأول شعلت النار طيح زوج ثم طيح زوج في الطريق ذا بيقدروا قدامنا. وقعت عدة معارك بولاد محمد ببوق هودن بشعبة السيكران في عدة أماكن، عدة أماكن بناحية سور الغزلان. الثورة هذه صار فيها مسار، صار قنبلوا فيها المداشر قبل، صاروا فيها معارك، صار فيها كل عذاب أسود صار في الريف. هذه اللي نقدر نحكي لك، صراو معارك في نواحي سور الغزلان هذه، في ديرة في جنان المر هي الأولى، في برج خريص نواحي الجحفة جبل مقنين في واد قمارة، هذو المعارك قاع صراو في الوقت اللي يعني كان، والولايتين قاع مشاركين، كاين الرابعة وكاين الثالثة. معركة جنان المر هي معركة تضاف إلى معارك وبطولات أبناء مدينة أوزيا الثورية، معارك بقيت شاهدة على التاريخ الثوري لولاية البويرة.